الثامنة مساء بتوقيت الخرطوم، هذه نشرة الأخبار من قناة البلد الفضائية، معكم فيها محمد السعودي. والبداية بعناوين: مجلس السيادة يرحب بزيارة مبعوث اليونيتامس إلى مدينة الجنينة. دجلو يدعو جميع السودانيين إلى إيقاف التشاكس والانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني. رئيس بعثة الأمم المتحدة يشيد بالمصالحات بين المكونات القبلية بولاية غرب دارفور. ومنتخب الناشئين يواجه حي الوادي نيالة صباح الغد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية. إلى تفاصيل هذه النشرة. أهلا بكم. يشهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دجلو قائد قوات الدعم السريع وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحاكم إقليم وولاية ولايات دارفور وقادة حركات الكفاح المسلح وممثلي السلك الدبلوماسي بالبلاد يشهدون في 9 من صباح الغد باستاد مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الاحتفال الذي تنظمه اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور والبالغ عددها 2000 مجند، حيث يمثلون 5 من حركات الكفاح الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام والذين اكتمل تدريبهم بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري التابع لقادة الفرقة 6 مشاة. دعا الفريق أول محمد حمدان دجلو نائب رئيس مجلس السيادة دعا جميع السودانيين إلى إيقاف التشاكس والانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني، مؤكدا أن أياديهم بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن لتحقيق الاستقرار. هذا وترحم الفريق أول دجلو لدى مخاطبته توقيع اتفاق الصلح بين قبيلتي التامة وبطون قبيلة القمر على أرواح جميع شهداء السودان، مؤكدا عدم اعتراضهم على التظاهر السلمي الذي يحافظ على الأمن والاستقرار دون الجنوح للفوضى، وأضاف: لأربع سنوات ظللنا نتشاكس ونحن الخاسرين بفقد أبنائنا، لذلك نقول لجميع أهلنا تعالوا إلى الحوار لنتناقش، فنحن لسنا رافضين له. نحن نترحم على كل أرواح الشهداء، كل أرواح شهدائنا في السودان. شهداءكم الآن أول قتلى بينكم كأطراف، وشهدائنا الآن بيستشهدوا الآن الشباب في الخرطوم في الولايات بدون أي ثمن بدون أي سبب، وعاجل الشفاء للجرحى. وإحنا يا أخواننا من هنا نقول لكل السودانيين، نداء لكل السودانيين يا أخواننا الآن أن إحنا من نادي بحوار، وبنقول التوافق وبنقول الحوار وبنقول التوافق، فما في داعي تسحب مننا أرواح بدون أي سبب. إحنا من هنا بنقول للسودانيين، كل السودان الكل على امتداد السودان، على ربوع امتداد السودان، بنقول لهم يا اخوانا تعالوا الحوار، خلونا نتناقش بالحوار، خلونا نتناقش بالوفاق، خلونا الان في آلية ثلاثية لتسهيل الحوار بين الناس او لتسهيل تقريب وجهات النظر بين الاطراف. احنا اخواننا من هنا داعمين للآلية الثلاثية، ونحن ما رافضين للمصالحة، ما رافضين للحوار، احنا مأيدين ايادينا بيضاء للحوار. نتمنى انه الناس كلها ترجع للحوار. لو ما في، لو الناس رافضة الحوار انا بقول ممكن تطلع المظاهرات. لو الناس رافضة صحيح ان احنا مع التظاهر السلمي، احنا مع التظاهر السلمي والتظاهر الانسان عبر وبدي. يعني امبارح احنا عندنا وقفة قدام الامانة الحكومة، الناس دي جو قالوا صحيح قالوا سمحوا الاشياء لكن ما جدعوا، ما اعتدوا على ذول، ما طلعوا زيهم وطلعوا ومشوا،
ما في زول احتدى عليهم. فنتمنى انه نحن يا اخواننا اول حاجه موضوع المظاهرات في السودان ده، اول حاجه نتبع السلميه نمره واحد، نتبع السلميه من الجانبين. احنا من هنا ندعم زي ما قلنا اخواننا في الاليه الثلاثيه لتسهيل اللغة الحوار او التغارب وجهات النظر بين الاطراف السودانيه. ونحن مع الحوار، ونحن نقول لاهلنا في السودان وقفوا التشاكس، خلونا نصل لاتفاق عشان ما ناخر بلدنا، خرب بلدنا كثير جدا. الان احنا ماشيين في الاربع سنين دي احنا المفروض نكون خشينا الانتخابات وطلعنا، والان الشعب السوداني اختار ممثله عشان نطلع من الـ من الـ من المشاكل الان احنا ماشيين فيها. والله احنا الخسرانين، نفقد ابنائنا احنا الخسرانين، بناتنا وابنائنا احنا الخسرانين. رحب أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيارة مبعوث اليوني تامس ووكالات وبرامج الأمم إلى مدينة الجنين اليوم. وقال دكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحفية: رحبنا أنا وزملائي في مجلس السيادة بوفد الأمم المتحدة المعنية بمساعدة المتضررين من النازحين بولاية غرب دارفور برئاسة السيد فولكر بيريتس. وقال: قدمنا لهم شرحا عن أهداف زيارتنا وبقائنا بالجنينة لمدة أسبوعين، وأكدنا لهم أن الزيارة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وإجراء المصالحات المجتمعية. وتصادف أنه اليوم نلتقي بهذا الوفد الأممي الكبير. نحن رحبنا بوجود بزيارة الوفد لهذه الولاية المنكوبة. نحن من جانبنا شرحنا للرئيس البعثة وزملائه أهداف زيارتنا لولاية غرب دارفور المتمثلة في ثلاث أهداف. الهدف الأول هو فرض هيبة الدولة، الهدف الثاني هو إجراء مصالحات مجتمعية بين القبائل المختلفة أو القبائل المتحاربة في ولاية غرب دارفور، الهدف الثالث والأهم هو عودة النازحين. إلى ذلك، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور اليوم اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة اليوني تامس السيد فولكر بيريتس في حضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس ووالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله بكر وعدد من وكالات الأمم المتحدة. وقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للوفد شرحا مفصلا حول جهودهم في عملية إجراء المصالحات القبلية وفرض هيبة الدولة والمساعي الجارية لكيفية عودة النازحين الذين يتواجدون الآن في مؤسسات الدولة إلى معسكراتهم، ومن ثم العمل على إيجاد وسيلة إلى عودتهم إلى قراهم الأصلية، وأيضا اهتمام الدولة وحرصها على استتباب الأمن والحماية لكل المواطنين وتوفير الأمن لحماية الموسم الزراعي، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها الوفد إلى مناطق جبل مون وسربة ومعسكر كرينغ وحاجة تلك المجتمعات إلى الدعم الإنساني، مناشدا الأمم المتحدة ووكالاتها بالتدخل لمساعدة النازحين. بدوره أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة اليوني تامس السيد فولكر بيريتس بالمصالحات والتي أنجزها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوي المجلس الطاهر حجر والهادي إدريس بين المكونات القبلية بولاية غرب دارفور، داعيا المجتمعات المتصالحة إلى ضرورة التعاون فيما بينها والمساعدة في استتباب الأمن والعمل على ابتكار حلول مستدامة تحافظ على الاستقرار. وأكد فولكر أن الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ستدرس خطة ولاية غرب دارفور حول عودة النازحين والتحديات التي تواجه هذا الأمر بهدف المساهمة والمساعدة في عودتهم عبر حلول مستدامة. وقال بيريتس الذي زار ولاية غرب دارفور اليوم مع وفد من وكالات الأمم المتحدة في تصريحات صحفية: جئنا اليوم إلى مدينة الجنينة لنعبر عن اهتمامنا بدارفور بشكل كامل وبولاية غرب دارفور بشكل خاص. احنا جئنا لجنينة لنعبر عن اهتمامنا ب
دارفور بشكل كامل، وطبعا بولاية دارفور بشكل خاص. فزيارة كانت خططة من فترة لما زارنا السيد الوالي في مكتبنا في خرطوم، فإجت الفرصة. أنا اليوم كمان سيد نائب مجلس السيادة وأعضاء مجلس السيادة موجودين هنا، واستغلنا هذه الفرصة لنتحدث مع الكل، مع أعضاء مجلس السيادة ومع السيد الوالي حول التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية. أصدر الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادية اليوم قرارين رقم 22 و23 بأيلولة مركز ود مدني لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى لوزارة الصحة الاتحادية، كما سيتم إدراجهم ضمن الخارطة الصحية القومية وتكون لهم سلطات واختصاصات المستشفيات الاتحادية. وأرجع الوزير أيلولة هذه المؤسسات الصحية تقديرا لدورها الكبير في خدمة المرضى من جميع ولايات السودان بما فيها ولاية الخرطوم، وتجري بها العديد من العمليات الجراحية الدقيقة في مجالات القلب والكلى. قدم السيد السفير صالح محمد أحمد يوم أمس الأول من يوليو أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس الباكستاني عارف علوي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى جمهورية باكستان الإسلامية. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت بالقصر الرئاسي السيد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود والعميد منير حافظ ممثل وزارة الدفاع إلى جانب أعضاء السفارة. ونقل السيد السفير تحيات السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات لا سيما التجارية والاقتصادية، وأمن أيضا على ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة. سلم السيد السفير حسن عبد السلام عمر مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية مساء أمس سفراء دول الإيجاد المعتمدين بالخرطوم الدعوات الموجهة من السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد إلى رصفائه رؤساء الدول والحكومات بدول الإيجاد للمشاركة في أعمال القمة الطارئة رقم 39 للمنظمة، والتي ستنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء المقبل. قال المكتب الصحفي لقوات الشرطة إن الشرطة شرعت في التحقيق حول مقطع الفيديو المتداول بوسائط التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الذي يشير لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين وسقوط شخص على الأرض. وأوضح في بيان له أن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك 30 من يونيو بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط. وأضاف قائلا ما شهدناه يؤكد أن هنالك مخالفة لتعليمات وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات. أكد الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو جرون والي نهر النيل المكلف بأن كل إمكانيات الولاية تحت تصرف القوات المسلحة. جاء ذلك لدى مخاطبته بميدان الجيش بعطبرة الاحتفال الذي نظم على شرف وداع قافلة الولاية والمتجهة لمنطقة الفشقة بشرق البلاد. وحي الوالي قوات الشعب المسلحة ووصفها بأنها صمام الأمان للوطن، مشيرا إلى تاريخها الناصع بالبياض والحافل بالبذل والعطاء والوطنية والدفاع عن الأرض والعرض، موضحا بأن دعمهم لن يتوقف للقوات المسلحة حتى يتم تحرير أي شبر دنسه الأعداء، وقابل للانخراط في سلك الجندية باعتبارها شرف لا يدانيه شرف لحماية التراب الوطني من كيد الأعداء.
أدانت الإدارة الأهلية بشمال كردفان ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ. وأكدت وقوفها خلف القوات المسلحة، وترحمت الإدارة الأهلية بشمال كردفان على شهداء القوات المسلحة الأخيار وتقدمت بأحر التعازي لأسرهم. هذه النشرة لا تزال متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل أبرز الأخبار الرياضية. نبدأ محليا. إذ عاد الهلال للانتصارات وحافظ على صدارته للدوري السوداني الممتاز بفوزه مساء أمس على ضيفه الأهلي الخرطوم بهدف دون مقابل ضمن الأسبوع 23 من المسابقة. أحرز هدف الفوز للهلال قلب الدفاع الليفاري محمد وتارا من ركلة حرة، ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة متصدرا بفارق 3 نقاط عن المريخ، بينما تجمد الأهلي الخرطوم عند 30 نقطة. وفي استاد كوبر بمدينة بحري وضمن ذات الجولة حقق حي العرب فوزا غاليا على توتي بهدف نظيف أحرزه أسعد ديبايو ليرفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد توتي عند 28. وتعادل الأهلي شندي والأمل عطبرة بهدفين لكل باستاد الخرطوم مساء، أحرز للأهلي كل من منير المهدية وولاء الدين موسى، بينما سجل للأمل صديق والريح علي. ورفع شندي نقاطه إلى 32، بينما رفع الأمل نقاطه إلى 22. هذا ووصل المريخ انتصاراته في الدوري السوداني الممتاز مساء أمس بالفوز على الهلال الأبيض برباعية نظيفة وعلى استاد الخرطوم، حرزها كل من رمضان عجب وصلاح نمر والجزولي نوح والنيجيري توني، ورفع المريخ رصيده إلى 55 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال الأبيض عند 22 نقطة. عقب اعتذار هلال الأبيض أدى منتخب الناشئين السوداني لكرة القدم مباراة داخلية صباح اليوم وعلى ملعب استاد الخرطوم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل أحرزهما أواب ومحمد علي. ونفذ الجهاز الفني قبل المباراة التي أدارها طاقم تحكيم نسائي عددا من التدريبات. إلى ذلك سيواجه منتخب الناشئين حي الوادي نيالة صباح الغد في استاد الخرطوم ضمن استعداداته الجادة للمشاركة في البطولة العربية خلال أغسطس القادم. وكان ناشئو السودان قد خاضوا عددا من المباريات الإعدادية خلال معسكرهم الحالي في فندق أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم. الرياضة العالمية عقب هذا الفصل. انضم ناد جديد إلى مفاوضات التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا المهاجم السابق ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وانتهى عقد ديبالا مع السيد العجوز في 30 يونيو المنصرم، حيث يبحث اللاعب الآن عن وجهة جديدة في الموسم المقبل. ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا فإن نادي مونزا المملوك لسيلفيو برلسكوني الرئيس التاريخي لميلان قد اقتحم مفاوضات التعاقد مع ديبالا هذا الصيف. وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برلسكوني تحدث مع خورخي أنطون وكيل ديبالا يوم أمس لإبلاغه بأن مونزا مستعد لحسم الصفقة المجانية. يذكر أن العديد من التقارير ربطت أيضا مونزا بضم الأرجنتيني مورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان وعلى سبيل الإعارة، حيث أكد فوتبول إيطاليا وأكدت فوتبول إيطاليا أن برلسكوني يحلم بالجمع بين ديبالا وإيكاردي في هجوم مونزا خلال الموسم المقبل. تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري بعد قدوم إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني بقيمة 51 مليون استرليني. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على تويتر، وقع مانشستر سيتي جميع الأوراق الخاصة بصفقة كالفين فيليبس مع نادي ليدز يونايتد. وأضاف اجتاز فيليبس الكشف الطبي، وفي المقابل سينضم داركو جيابي إلى ليدز قادما من مانشستر سيتي
مقابل رسوم قدرها 7 ملايين يورو. وختم رومانو قوله رفض كالفين عرضين آخرين لأنه كان يريد فقط الانتقال إلى السيتي. وقال صحيفة ديلي ميل البريطانية إن صفقة فيليبس تبلغ 45 مليون جنيه استرليني، حيث تواجد كالفين مع ليدز منذ سن 14 عاما وشارك في 233 مباراة. في إسبانيا، إذ اقترب برشلونة من تحقيق انفراجة مالية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب تقرير صحفي، وكان برشلونة قد حصل على 207.5 مليون يورو قبل يومين نظير بيع جزء من حقوق بث مبارياته. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن إدارة البارسا تعمل حاليا على بيع 15% من حقوق البث التلفزيوني مقابل 400 مليون يورو. ويسعى النادي الكتالوني لإتمام هذا الأمر قبل 17 من يوليو تموز الجاري، وهو الموعد الذي ستبدأ فيه جولة البلوغرانا في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا للموسم المقبل. هذا وسيخصص برشلونة 200 مليون يورو من هذا المبلغ للصفقات الصيفية. وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين المستهدفين من جانب إدارة البلوغرانا هم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، وجول كوندي من إشبيلية، وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، ورافينيا من ليدز يونايتد، وسيزار أزبليكويتا وماركوس ألونزو من تشيلسي. نبقى أيضا في إسبانيا، إثبات الإسباني أوسكار مانغويزا مدافع برشلونة قريبا من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه أيضا على تويتر، يحاول نادي مونزا التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن التعاقد مع أوسكار مانغويزا. وأضاف برشلونة منفتح على الصفقة لأنه يريد التخلص من أوسكار هذا الصيف، والقرار يعود الآن إلى اللاعب. وزعمت تقارير أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة طلب بيع سامويل أوميتيتي وكليمنت لينغلينت بالإضافة إلى مانغويزا كي يتعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية. وشارك أوسكار مانغويزا في 27 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، ولم يحرز أي هدف لكنه قدم تمريرتين حاسمتين. قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس السيادة يرحب بزيارة مبعوث اليونيتامس إلى مدينة الجنينة. دغلو يدعو جميع السودانيين إلى إيقاف التشاكس والانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني. رئيس بعثة الأمم المتحدة يشيد بالمصالحات بين المكونات القبلية بولاية غرب دارفور. ومنتخب الناشئين يواجه حي الوادي نيالة صباح الغد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية. تكملت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.